اللي صار بالبصرة وصفا هو أحد الضحايا اللي سقطوا يعني بمكان اليوم ما يزفوه بسيارة عرس، للأسف زفوه بالتابوت، فالله يعين أهله وزوجته والناس المحبين إله، يعني كانوا منتظرين فرحة العرس والزفة والأجواء اللي تصير، لكن للأسف انتقلت إلى عزازين. ما شفنا استنكار حكومي للي صار داخل محافظة البصرة، برأيك شنو سبب الصمت الحكومي تجاه اليوم اللي دا يصير تجاه أبناء محافظة البصرة؟ لو كان هذا الشاب احد اولاد المسؤولين او كان احد اولاد القاده لاختلف الشيء. يعني نرى بان هؤلاء يتميزون عن كافه اطياف الشعب العراقي، نرى بان الفقراء والمستقلين والذين ليس لديهم دخول بالوقائع السياسيه نراهم مهمشين محرومين من ابسط الحقوق، ونرى بان هذا الصمت مع الأسف الشديد والسكوت من كافة القنوات الأمنية، ولم يعطوا حتى بيان استنكار، ولم تقم الجهات ذات المسؤولية وصاحبة المهنية في هذا المجال بتقديم مبررات أو تقديم بعض الأجوبة التي من شأنها أن تعطي نوعا من الأريحية لصاحب الضحية، ولكن نرى بأن هذه وغيرها بسيطة على أسماعهم وعلى آذانهم وعلى تفكيرهم، حيث تلوهت الكثير بمصالحهم المالية وكيف يجمعون المال وكيف يحولونها إلى الخارج وكيف يتصدون من أكبر الشخصيات المالية في العالم حتى وإن كانت على حياة الأبرياء. هذه الحقيقة الساطعة، لو كان هذا الشاب أحد الأبناء كما استفنا لتغير الحال، لو كان هذا الشاب أحد الرموز الذين ربما ينتمون إلى كيانات سياسية لاحترقت الدنيا، لخرجت المظاهرات، لخرجت الشخصيات التي تدين هذا العمل، ولكن الإنسان البسيط وبالخصوص البصري ليس له قيمة تذكر لدى المسؤولين. يتبجحون عندما يخرجون بمؤتمرات صحفية يقولون بأن المواطن العراقي من أولويات عملهم، أقول كلا وألف كلا لما يساورون فيه من هذه الأحاديث البعيدة كل البعد عن الواقع. نعم. إضافة إلى ذلك مع الأسف الشديد نرى بأن روح المواطنة في العراق بوجود الفاسدين قد تلاشت، وهذا شيء ربما يخجل الجبين. هذه الأشياء التي تحدث في هذا البلد وخصوصا عند الأزمة السياسية، نرى بأن معظم السياسيين بل الحكومة مسلولة بل القادة مسلولين، وهنا نطالب ونحمل مسؤولية ملف هذا الشاب قيادة عمليات البصرة حصرا. نعم.